حكوني في الكومنتات ديك الحين شفت هذيك الدوده. سلام، معكم زينب فاسيكي، رسامه، مناضله، مهندسه، كاتبه، سبع صنايع رزق ضايع على رسم ليا. الطفوله ديالي فاس كان واحد الوقيته كانت تجيب لي الخلعه، كانت تجيب لي هي 27 في رمضان. كتقول لي ملي كان عمري 6 سنين تدري 13 عام كنخصني نحني يدي رجلي نلبس القفطان بالمضمه، واحد الحلقات كان فيهم 2 كيلو مذاكره عقعتي ودنيا هابطين بالثقل، وكنخصني نجلس فوق الميضه وكيجيبوا الدقيقيه وهذا، وانا اصلا انا عمري كنت اجتماعي، انا دابا راني حدا الكاميرا راني كنت فتب عتي التلمون ضد داكشي، كرهت كرهت العراسات وكرهت العمانية. كاين اللي كانت تكون فرحانة في هاد الاكسبيرونس، انا فغيمون كانت تدوز عليا بواحد سورتو انا اصلا الشيء علاش كنهضر على الحشوم، حيتاش انا هاد الانسان كنحشم. الو غنرسم لكم شي حاجه حشومه، بعض المرات الجلسه تيكون حشومه اولا تو سامبلومون ما كنقدوش نرسم واحد الحاجه اللي كتغطى بزاف، دونك سي ترون سي نورمال انه ما غنتقبلوهاش اولا غنسبوا لارتيست اولا شحال من حاجه. حنا ولفنا كنشوفوا في المجلات واحد الجلسه تيكون يعني بيرفكت، ما فيهش الشعر، ما فيهش ما كاينش الشحمه، ما كاينش الترهلات، ما كاين حتى حاجه، مي في الحقيقه الجسد ديالنا داير هكاك. وانا النهار اللي صراحه بدلني هو فاش دخلت الحمام تماك فين اي واز لايك وات، هذاك الشيء ديال المجلات ما عنده حتى شي علاقه بالواقع. سو فهمت باللي الجسد ديال المراه عادي يكون فيه شحال من حاجه، اي حاجه في الجسد ديال المراه كوسوا يعني الشراطي او لا الشعر كندافع عليه. لانه صراحه سورتو في انستغرام وكنشوفوا الاحصائيات اللي عاد خرجت انه بزاف ديال البنات كيدخلوا في ديبرسيون، حتى الدراري كيشوفوا هاد لي مانكان اللي هما اصلا اي تصويره تحطات ما دازت من فوتوشوب، دازت من فيستون، دازت بزاف ديال لي زابليكاسيون ديال خصنا شي شويه نتصالحوا مع الاختلاف ديال الكور ديالنا. سو هذا موضوع من المواضيع اللي كندير، دونك اي اختلاف خاصنا نتصالحوا مع اولا مثلا لي سيكاتريس اللي تيكونوا في الكور ديالنا، كو سوا ديال المراوات اللي عندهم كونسير في البزوله اولا اللي داروا اولا ولدوا بالسيزاريان، كاين اللي كتكون ما فرحاناش في الجسد ديالها و كتشوف بلي داكشي يعني حشومات شنو تدخل الحمام بدوك لي سيكاتريس وشحال من حاجه. غندير واحد ليكزامبل، حيت اللي كيسمع على الارت فيه الحشومه صافي كنفكروا في البورنو ولا كنفكروا في شحال من حاجه اللي بزاف ديال لاغ سوغ انترنيت il sexualise صراحه هاد المواضيع ديال لا نوديتي دو كور، وخاص تكون واحد الحاجه اللي كتشوكي. الوغ كو دونك هنا كندير مثلا ان كور فيه ام ريلي زعما دوينغ ذا سكتشز، كنحاول دائما نسوليني بلي هادشي سي نورمال اننا نشوفوه في الديسان. دونك بغيت نقول بلي في الحشومه الميساج المهم هو نتصالحوا مع الذات ديالنا، نتصالحوا مع الاختلاف وما نخليوش شي حاجه اخرى تاثر فينا. شي حاجه اخرى في الحشومه نورمالمون انا كنرسم راسي، احنا دخلنا دخلنا في الصح، احنا ولفنا انه الارتيست خاصو دائما يدير الخاطر للبوبليك، خاصو دائما يقول واش نرسم هذه غادي تعصب البيبليك دونك ما نديرهاش. انا شنو درت اللي فرحني،
حيتاش انا فاش كنت يعني كنحس بشحال من بحال ديال الضغط ديال البريسيون في الخدمه في الزنقه في بزاف ديال القوانين اللي ماشي في صالح يعني المراه او لي مينوريتي ديسان لقيت فيه يعني واحد الطريقه باش انا نتعالج. خصنا نفكروا بانه لارتيست هو من حقه يكون فرحان ويتعالج بالطريقه ديالو. درجه انا وصلت لواحد المرحله انه فاش كيسبوني كنفرح. انا لي بيرسوناج ديالي علاش كندير اليوم العينين دائما بويض اولا الكولور ديال البو كتكون زرقاء. شنايا تاثرت بداك فاش كنت صغيرة اكتشفت هذوك الالهات عند الهندوسيين عندهم الالهة مرأة وانا كنقول واو يعني احنا مولفين شعني بواحد الثقافة اللي فيها الهات ومرأة تكون اله وكيعبدو شحال من حاجة وتيكون يعني لابو ديالهم زرقاء. وعلاش لابو ديالهم زرقاء؟ حيتاش كيقولوا بلي وسيرتو انا كنرسم الحنش في الرسومات ديالي انه هذيك المرأة كانت في واحد الواد وعضها حنش ولات زرقاء بحال هكاك وخذت واحد القوه و ولات البو ديالها زرقاء. دونك جو بونس هذه اول مره كنت نشرح تحكوني في الكومنت هذيك الحنش واش هذيك الدوده اصلا تيقولوا كاينه واحد المقوله كتقول المراه ملي قدات تقطع شعرها عارفه راه قد تدير اي حاجه واحده اخرى. دونك في الديسان ديالي كان جو غاست عاوتاني في ديال لاطاي ديالي. انا كانوا داروا بزاف ديال الميمز على ليونش ديالي ولا لاطاي ديالي حيتاش دابا انا كنهضر على الفيمينيزم اللي كيدافع على الاختلاف ديال الكور وما كاينش جسم زوين جسم خايب ما كاينش وجه زوين وجه خايب. دابا حتى دوك الميمز كيتثبتوا داكشي انا اللي كنهضر عليه انه إلا بغى شي واحد ينتقدني يعني في الهضره ديالي في المحتوى ديالي في الافكار ديالي سورتو كندير في لي ديسان ديالي كنت نزيد واحد اللازير من العينين كيعني شحال من حاجه يعني لا فورس ديال اولا الفيزيون ديالي في المستقبل سورتو لا فورس ديال لا فام. alors l'idée هي غادي نرسم واحد 4 ديال لي بروفيل ديال المغاربه كل واحد من دين مختلف اصل مختلف معمر مختلف جندر سيكشواليتي مختلفه باش يكون واحد الرساله ديال السلام وديال التوليرانس. وكان زعما كنتنسطر عليها انه هادشي في المغرب راه عندنا بزاف ديال الحاجات ايجابيه بحال دابا الا مشينا هادشي هضرنا عليه فشي بلاد واحد اخر يدخلوك للحبس اولا غير تخرج الزنقه تلقى لك فشي بلاصه يضربوك. مازال عاقله فاش كنت صغيره كان واحد المانغا اللي بدل ليا يعني النظره ديالي على شحال من حاجه. هو دابا كاين بزاف اللي كيعرفوه ولكن ما عارفينش بلي عنده واحد لا فيلوزوفي داغي هو سيلورمون جيسبر كلشي يعرف مي سيلورمون هو واحد المانغا اللي هو فيمينيست حيتاش لي بيرسوناج مراوات وهذا ليترالمون واحد المانغا ديال الدراري الصغار وكانوا دي كوبل ديال المراه مع مراه ميم في الترانسفورماسيون ديال لي بيرسوناج كتكون راجل كتولي امراه. هذا بيرسوناج درت ليه الصليب حيتاش كاينين المسيحيين تلاقيت مسيحيين في المغرب عسى عايشين بيس ترونكي كتقول هادو او فين مخبعين ومن الاخر اي حاجه كتوقع في كور واحد اخر واحد يدخل سوق راسو خلي داك الكور يعيش وكلها يديها في الكور ديالو كلها هو فريدم اوف سبيتش مزيان ولكن كاين فرق ما بين الحريه ديال التعبير وكاين فرق ما بين سيبر هارسلمون شحال من حاجه. لان الناس كاين اللي عند بال بحال دابا انا كاين اللي كينتقدني ولكن كينتقدني بالسبان كيجبد لك امك كيجبد لك باك كيجبد لك الاعضاء التناسليه ديالك كامله. هذا ماشي تعبير على الراي هذا راه عنف. هاد الفئه هادي اللي عليها بزاف ديال المواضيع هي لونسيان جينيراسيون هي مواطنا والدينا اللي انا جامي لمتهم على يعني الا كانوا ما كيتقبلوش شي حاجه جديده في هذا العصر انه سي نورمال. والبروفيل الثاني هو يعني بغيت ندير دابا واحد الاختلاف على حسب لاج
دونك عندنا حتى الاصل يعني تكون امازيغي ولا تكون عربي ولا تكون اي اصل. انا ما كيعجبنيش نشوف يعني واحد طونسيون ما بين كازا وي ما نتفاهموش مع الجنوب مع الشمال. انا بالنسبه لي سي دو نيمبورط كوا سي اون اي دي زوما ناس زعما. انا كان عندي واحد الكولي يعني فيه شحال ديال لي سامبول دونك هي درت ليها كولي مكتوب عليه ال جي بي تي يعني هاد لا بيرسوناج هذا ال ديفون يعني لا كوز ديال 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 الاختلاف ديال الجنر والسيكسواليتي اي اوسي عاوتاني عندنا هنايا الاختلاف حتى ديال الدين يعني دات واحد البيرسوناج داير الصليب بيكوز دي اكزيست peace and love. الوغ البطل ديالي هو الملكة ديهيا تادموت اللي كانوا كيعيطوا ليها العرب الكاهنة. دونك ديهيا هي واحد هي اخر ملكة ديال المملكة الامازيغية ماتت في عام 700 واللي كيعجبني فيها هو انه حتى لاخر نفس ماتت يعني هي كبيره في العمر شي 70 عام ولا شحال ومازال يعني فوق العود وكتدابز على ود الاراضي. كاين بزاف ديال الاستوار تقولوا انها حرقت يعني الاراضي كامله باش واخا اللي غادي يربح موراها ما غادي يصور والو وهي فاش كنهضروا على لي فيمينيست الواله راه الملكه ديهيا حتى هي يعني بالنسبه ليا لي فيمينيست لذا تغوش امازيغ عندهم المعنى بحال دابا هذا اللي غنديروا ليها هنا كيعني الحريه كيعني انك كابابل انك تطير دير اي حاجه في حياتك هذا كيعني حنش بعض الحنوشه فوالا. دونك المشروع اللي انا خدامه عليه دابا هو البي دي ديالي الجايه غتكون واحد القصه طويله فيها الطوم الاول الثاني الثالث الرابع وعواله زعما مع ليديتور ديالي انها تولي ميم فيلم شحال من حاجه وهي الاحداث ديالها يعني كتوقع في المدينه ديالي فاس. راه علاش اختاريت فاس حيتاش انا شخصيا كنشوف في الافلام في لي برودكسيون ارتستيك في المغرب دائما كنختاروا كازا مراكش طنجه ساشون كو فاس هي اقدم مدينه 12 القرن هي اللي فيها اقدم جامعه صيبتها مراه واللي مازال الناس كيقراو فيها. كنحاول نعطي لهاد المدينه القيمه ديالها وهذه واحد المشروع صراحه اللي انسبيراسيون من البيوغرافي ديال غيف دو فام ديال فاطمه المرنيسي اللي هي واحد القصه ديالها في الاربعينات كان الحريم كان الراجل عنده بزاف ديال العيالات كانوا المراوات في السطح كيديروا بزاف ديال الديسكوسيون فيلوزوفيك على الحريه ديالهم. دونك انا البيرسوناج ديالي كاينين في واحد الدار فاس بيان سور كندخل كاينين دي سان ديال السكس كاينين دي سان ديال شحال من حاجه اللي هي حشومه. دونك نحاول نشرح الاركيتكتور ديال واحد الدار اللي هي واحد الطبقه اجتماعيه متوسطه. دونك حنا دائما كنشوفوا داك الرياض فانسي اكسبنسيف بواحد الطريقه ماشي كلهم كانوا هكاك. دونك هذا واحد سكتش غابيد على واحد النوع ديال الدار. دونك النوع ديال الدار اللي غنرسم هو تتكون فيه السقايه من هنا روبيني الدار تكون فيها الغيت شوسي ليطاج الاول ليطاج الثاني وتكونوا ليترالمون في كل ايطاج كاين بيت وبيت. دونك بعد ما تكون عائله عايشه في داك البيت عائله عايشه في داك البيت عشان في ليطاج الاول عائله عايشه في بيت صغير. الطواليت كتكون لتحت كيشاركوها كاملين كيشاركوا نفس دابا هذه هي الباب ديال الطواليت هذه هي الباب ديال الكوزينه هذا الصالون وبعد مرات تكون هذا هو الحريم تكون كل مرة عندها حيت انا عندي في ليستوار ديالي حتى الحريم انه كل مرة عايشه في البيت ديالها. دوكا لا بيدي غادي تخرج من دابا عام اتس ا لوت اوف ورك زعما اي فاش تكون واحد الدار يعني زايده واحد الشويش كتكون واحد الشجره ديال الرنج. دونك هذا واحد سكتش غابيد ديال واحد سورتو الدار اللي انا غتكون فيها ليستوار ديالي. دونك
الفيت انه بزاف ديال الناس عايشين بحال هكاك، ومازال دابا كتمشي لفاس كتمشي لاي مدينه قديمه كيكونوا الناس عايشين يعني اربعه ديال العائلات عايشين في دار وحده ومشاركين الطواليت شحال من حاجه. و اي هوب انهم يتهلاو في الديور، كاين اللي يبدا كيريب كاين اللي that's it.